في أحد أقدم أحياء مدينة غزة تجمع سعدية الملالحة الفروع الجافة التي تجدها على جانب الطريق، ثم ترص الكومة في حرص وتحملها على رأسها عائدة للمنزل كي تشعل النار وتطهو الطعام لطفليها. عاماً بعد آخر يزداد الشتاء قساوة ويدفع الارتفاع الحاد في أسعار الغاز وتكرار انقطاع التيار الكهربائي الكثيرين من سكان غزة للجوء على نحو متزايد للحطب الذي يقول الخبراء إنه قد يضر البيئة. بنستخدم النار عشان إحنا يعني فيش عنا دخل إنه يعني نعبي غاز، فيش عنا إشي. وإيش بدنا نعمل؟ بدنا نعيش، يعني كيف بدنا نطعم أولادنا؟ كيف بدنا نطبخ؟ كيف بدنا ناكل؟ إلا على النار زي هيك. ولزيادة الطلب اتجه سمير حجي وأبنائه الثلاثة لقطع الأخشاب وبيع الحطب في قطاع غزة الساحلي الضيق الذي يقطنه نحو 2.3 مليون نسمة، حيث يقول حجي إن استعمال السخانات الكهربائية أكثر كلفة ويشكو السكان من انقطاع الكهرباء لفترات طويلة. في إقبال عنا على الحطب كويس، بس كل ما سقعت طبعا انت عارف اليوم الغاز غالي والكهرباء بتقطع 8 ساعات وبعض ادوار اكثر، ف في عنا بيع، في عنا بيع، الناس كل في السقعه وفي الشتاء الناس بتقعد جنب الكانون، كل شعب غزه هيك بتدفوا بشوا، ففي اقبال على الحطب. الخبير البيئي نزار الوحيدي وهو أيضا مسؤول سابق في وزارة الزراعة الفلسطينية يحذر من تبعات استعمال الحطب على نطاق واسع ويقول إنه قد يضر بصحة الناس ويتسبب في أضرار بيئية. إشعال النيران بغرض التدفئة هو البديل الذي وضعته الناس كبديل لارتفاع أسعار الغاز والمحروقات وانقطاع التيار الكهربائي، لكن هذا الأمر أدى إلى حدوث مشاكل أخرى، منها التلوث البيئي ومنها التأثير السلبي في مسألة الانحباس الحراري، فهو يساهم في تفاقم ظاهرة الانحباس الحراري وزيادتها. ويصل سعر الكيلوغرام الواحد من الحطب 0.28 دولار، وتحتاج بعض الأسر لنحو 5 كيلوغرامات في اليوم، وبعضهم يجمعه من الشوارع. أما تكلفة ملء أسطوانة غاز طهي سعتها 12 لتراً فبلغت ما يصل إلى 20.5 دولار في عام 2022 من 18.63 دولاراً قبل عام.